لكن لحظة يا نوان، بعتقد انك حكيت. اسمع، انا بعتقد انك حكيت كلام برات المجلس. نعم. بعتقد اقسى من هيك بكتير. كويس. بعتقد ما في ضروري، ونحن عارفين انه في، يعني ما بدي اقول هالرغبة عندك. نعم. بس في اصلا تصميم حتى لي تخربت الجو بالمجلس. لا 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 ابدا. لحظة صغيرة، بتمنى. نعم. عليك بالاول، بتمنى مش بتمنى، بالاول بطلب، واولا انت او غيرك ممنوع مقاطعة اي اخ عم يحكي، او اي خطيب عم يحكي، او اي زميل عم يحكي. انا اللي بقدر اقاطعه مش انت. بس يهيني دكتور عيد، بس يهيني. لحظة اثنين، او بظهرك وانت وزير او بعد هون، هاي وحده. تاني شيء بتمنى عليك انه الكلام باللغة العربية منك ضعيف، بعتقد انك قوي، بعتقد انه يعني ما في مصلحة انه نوتر الاجواء. حاضر. تفضل. انه العقل نفسه الذي فرض التمديد في العام 2004 وادخل لبنان وسوريا والعالم في صراع لم ينتهي حتى الان. انت تعلم يا دولة الرئيس بإرادة من وصل ومن هو صاحب القرار الأصلي والفصل بانتقالك من طرابلس إلى التدريب السياسي الجديد. تمنينا عليك يا دولة الرئيس من موقع الصدق أن تخفف عنا وعنك وعن أهل الأمة أثقال التكليف، وتذهب إلى حكومة وسطية من الاختصاصيين على صورة ما هي الوسطية الحقيقية. فقلت أنه فخ أعددناه لك. الحقيقة أنك اخترت أن تسقط هذه الوسطية في أحضان الأكثرية المسروقة. أخذنا الطريق الأقصر إلى السلامة الوطنية، فاقترحنا على وزراء حزب الله أن يتنحوا إلى حين جلاء الحقيقة، ليس اتهاما لا سمح الله، بل تمثلا بشرف القاضي الذي يتنحى عن ولايته العدلية حين تكون القضية المعروضة أمامه لقريب او صديق على قاعدة الارتياب المشروع. القاضي بتنحى عم بيحكي متهم. هذا شيء جديد بالقانون. لم يجد جديد بالقانون. لا بالنظام. لم يجد زملائه. هذا اختلاف قانوني. لا في شيء. بترجيك. قلت لا سمح الله، انا ما لي صفة الاتهام يا حاج علي. يا استاذ نهاد يا حبيبي يا عيوني، انا طالب نقطة بالنظام، إذا مش بالنظام فيك تخرسني يا دولة الرئيس. بالأثناء الكلام فيش بس بالنظام. بس بدي أوضح مسألة. مش هلا، ما في بالنظام هلا. كفي. اللي بدك ما انت موصى يا حاج علي، موصى. انا موصى بس يا دولة الرئيس بترجيك لانه هي تاني مرة. لم يجد زملائهم جوابا الا استذكار التاريخ القريب والبعيد من روايات وخيانات. خلص هذا كلام من قلبك. عم بيقول لك رح ينبسط. والله رح ينبسط، بس انا عم بحكي رح زيل شبهه. بس ما تكلش بسطه عراقيه. تفضل. مش بسطه عراقيه. لا ما في بسطه عراقيه. شرف. ما قلنا لكم من اول الجلسات اللهم اني موصى. نعم. بس هالي المره الثانيه الاستاذ الصديق نهاد مشنوق يتناول هذا الموضوع بالطلب من وزراء حزب الله بالتنحي. هذا من الماضي. بالماضي. لا صار من الماضي الآن. لحظة لحظة بس لحظة يا أخي، لا إله كفر إلا الله إيمان، عم نفهم على بعضنا البعض. بالتنحي بحجة الاستدلال بالارتياب المشروع، نحن كل ما نقوله إنه بأصول المحاكمات، وهناك من بيننا أساتذة وفقهاء في ارتياب مشروع للقضاة. عم بحكي الارتياب المشروع يستدعي تنحي القاضي وليس تنحي المتهم. حتى لا يسقط الاستاذ نهاد المشنوق في هذه السقطة القانونية. أنا شبهتم بالقضاة يا حج علي، شبهتم بالقضاة، ما شبهتم بالمتهمين. لا لسنا قضاة بنظري. أنا معك ما وجهت لك الكلام يا حج. لا تقبرني. بنظركم. خلص خلص خلص. بنظركم ونظر ما نسمعه منكم نحن متهمون، ولذلك عم نقول الارتياب المشروع هو يستدعي تنحي القاضي 100%. وشكرا. تفضل.
لم يجد زملاؤهم جوابا إلا استذكار التاريخ والقريب والبعيد من روايات وخيانات لا شريك ولا شاهد على أوهامها، إلا روايات دبلوماسية طالت الجميع دون استثناء، طوائف ومذاهب واتجاهات سياسية على مختلف أنواعها، ولو بغياب السنيورة ما عدا المتهم الأول البريء عند ربه عنيت الرئيس فؤاد السنيورة، لأنه الويكيليكس ما أدانته. كتر خير. الويكيليكس على التلفزيون يا أستاذ نهاد، سمعتوها كلكم يا أستاذ نهاد. ويكيليكس على كل الناس. أنت رجل انتقائي صايرة سياسة. ويكيليكس على كل الناس بتصور. أنت رجل متدين بأمرك يا دولة الرئيس. أنت رجل متدين يا دولة الرئيس، تذهب سنويا إلى بيت الله الحرام حجا كلما استطعت ذلك سبيلا وعمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. ها نحن على أبواب شهر رمضان. يا دولة الرئيس، استحضر صورتك في ثياب الإحرام في حضرة رب العالمين، تسأل نفسك ماذا فعلت، وهل أنت في الوسطية حقا أم أنك قاربت الخطأ شرعا؟